بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله. أهلا بكم معانا في سلسلة تعليمية موسعة سنة أولى كمبيوتر إبداعات موقع تعلم. محدثكم إبراهيم عبد الحميد. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم، هو الفولدر أوبشنز أو خيارات الملف. خيارات الملف أو خيارات الملفات ده من الحاجات اللطيفة الظريفة اللي احنا بنحتاجها في الويندوز، واللي احنا كنا اتكلمنا عن مكانها في فيديو سابق اللي هو اتكلمنا فيه عن القواعد. فقلنا هنجيبها ازاي، نقفل وبعدين نجيب من ماك كمبيوتر تاني وبعدين تولز وبعدين فولدر اوبشنز. ده الفولدر اوبشنز بتاعتي، خواص او خيارات، قصدي الفولدر، خيارات الفولدر وخيارات الايه الملف. الفولدر يعني مجلد، خيارات المجلد، فولدر يعني مجلد، بس هي بتطبق على الفولدرات والملفات بشكل عام يعني. المهم اول حاجه بنلاقيها في الموضوع ده هو الاربع تابات اللي قدامنا دوت، كل واحده من دول اسمها تاب. تاب فالاربعه اسمهم تابس. فده جنرال فيو فايل تايبس اوف لاين فايلز. الجنرال ده عام متعلق بشوية حاجات عامة، فايل يعني متعلق بالعرض او بالشكل والمنظر، فايل تايبس يعني متعلق بانواع الملفات، اوف لاين فايلز يعني ملفات الاوف لاين. يعني ايه كلمة اوف لاين فايلز يعني ملفات اوف لاين؟ يعني كلمة اون لاين يعني انا على النت، اوف لاين يعني انا مش على النت. يبقى الاوف لاين فايلز يعني ملفات انا خدتها وانا على النت بحيث اقدر استخدمها وانا مش على النت. خلاص، يعني مثلا انا الصبح عندي نت، اخر النهار ما عنديش، بيقطع اخر النهار، فقمت مسيف الفايلات بتاعت مثلا جورنال معين، مسيف الجورنال ده عندي على الجهاز فبقى اوف لاين. خلاص، مش سيفته سيف از، لا سيفته على انه اوف لاين فايل. فلما سيفته دلوقتي اقدر اتصفح الجورنال اخر النهار رغم اني ما عنديش نت اخر النهار، اقدر اتصفحه عن طريق فكرة الاوف لاين فايلز. نرجع لموضوع الجنرال. اول تاب، اول حاجة التاسكس، بيقول لك شو كومن تاسكس ان فولدرز. ده الجزء ده اللي هو بيعبر عنه بالكومن تاسكس، يوز كلاسيك فولدرز. الجزء ده لو شلناه يبقى كلاسيك، لو موجود يبقى كومن تاسكس. طب نشيله ازاي؟ نضغط على اللي تحتها ونقول له ابلاي. كده الجزء اللي هو في الشمال راح وبقى كلها ايه، وبقى كلها ناحية بيضاء او ديتيلز بين. نرجعه ازاي؟ نضغط عليها وابلاي. خلاص، دي واضحة جدا. براوز فولدرز، اوبن ايتش فولدر ان ذا سيم ويندو، اوبن ايتش فولدر ان اتس اون ويندو. يعني نفتح كل فولدر في ملف جديد ولا نفتح نفس الفولدر في نفس الملف؟ نوضح دي ازاي؟ هنقفل نخش دلوقتي. انا دخلت جوه، هنعمل مجموعة فولدرات، هعمل انا واحد كويس جوه واحد، ده هعمل واحد كمان، اتنين نيو فولدر جوه اتنين، ده هعمل ملف جديد كليك يمين نيو فولدر، تلاتة جوه تلاتة هعمل واحد كمان، اربعة ممتاز. هخرج بره، هخرج بره خالص. دلوقتي انا هدخل جوه واحد، نفس النافذة اهي، يعني دخلت جوه واحد فبقت واحد، الكلام بقى تحت واحد وفوق بقى واحد اهو، الاسم بقى فوق واحد تحت واحد، بقت اتنين بقت تلاتة بقت اربعة. اذا فانا كل ما بدخل واحدة بدخل منها على التانية، يعني في نفس النافذة، النافذة ديت بيتعيد رقم واحد وبعدين بخش على اتنين وبعدين تلاتة وبعدين اربعة. خلاص، ممتاز جدا. لو طبقنا بقى الخاصية اللي احنا كنا بنقول عليها ابلاي، شوف ايه اللي هيحصل. اوكي، اللوكال ديسك فتح لنا واحدة تانية اسمها واحد، وبعدين فتح لنا واحدة اسمها تانية اسمها اتنين، وبعدين فتح لنا واحدة اسمها تلاتة، وبعدين فتح لنا واحدة اسمها اربعة، بحيث ان انا كل ما بدخل على حاجة جديدة بتتفتح لي في منافذة منفصلة، بحيث يمكن الرجوع للاصل مع وجود الحاجة الفرعية. خلاص، يبقى دي ممكن تكون مريحة لبعض الناس وممكن تكون متعبة لبعض الناس، بس هي عيبها الخطير انك لما بتفتح حاجات كتير قوي الحتة اللي تحت دي بتتملي وما بتبقاش عارف تتعامل معاها ازاي. خلاص،
فهنرجعها لوضعها الطبيعي اللي هو open اتش فولدر ان ذا سيم ويندو، اللي هو ادخل من حاجه على الحاجه على الحاجه بدل ما افتح كل واحده في نافذه جديده. بعد كده اللي تحت دبل كليك تو اوبن ان ايتم سنجل كليك تو سيلكت، يعني اضغط ضغطه واحده عشان اختاره، يعني اي حاجه في الكمبيوتر عايز اختارها بضغط عليها ضغطه واحده، طب عايز افتحها بدخل على بضغط عليها ضغطتين ورا بعض، وده اللي احنا متعودين عليه. ممكن اغير الموضوع ده اخليه ايه سنجل كليك تو اوبن وبوينت تو سيلكت، يعني مجرد ما اقرب منه هختاره اهو اقول له اوكي، ده انا مجرد ما اقرب منه كده انا مختاره. طب لو عايز ادخل عليه ضغطه واحده بس خلاص، يبقى الاولانيه ايه ضغطه واحده اختار، ضغطتين ادخل، التانية اقرب منه اختاره ضغطه واحده ادخل عليه. كويس. طب افرض انا لخبطت اللخبطه دي، طبعا هو بيقول لي اد لاين ايكونز كونسيست ويز ماي براوزر ايكونز اونلي وين اي بوينت، يعني يشد خط تحت الايقونات ولا يشد خط تحت الايقونات لما انا اقرب منها اي بوينت زيم اي بوينت اد زيم دي، خلاص يعني شد خط تحت الايقونات اللي هو الكونسيست مع البراوزر بتاعي، يعني وانا بقلب المتعلم عليها بالبراوزر اللي هي بتبقى اول واحده، يعني البراوزر بيعلم على اول واحده وبعدين بيقول لك حرك بقى انت بالكيبورد. خلاص. طب انا عملت الموضوع ده كله ولخبطته وعايز كل حاجه ترجع لوضعها الاصلي، دايما بلاقي تحت مفتاح ريستور ديفولتس، يعني رجع كل حاجه لاصلها وبعدين اقول له ابلاي، كده الجهاز يرجع زي ما انا متعود دايما ويرجع الموضوع مظبوط. خلاص دي اول حاجه الجنرال. بعد كده نخش على الفايل تايبس، انواع الملفات. عندنا انواع ملفات كتير جدا، يعني فيو طبعا انا هاجلها شويه. عندنا انواع ملفات كتير جدا جدا جدا، كل نوع من انواع الملفات شكله قدام رسمته واسمه، رسمته واسمه، اذا كان له اكستنشن اذا كان له امتداد بيحطه له. ايه بقى الامتداد؟ الامتداد ده موضوع هنتكلم عليه في حاجات كتير قوي. الامتداد ده يا سيدي هنفتح بس النوت باد كده ونجيب من هنا فورمات ونجيب الفونت، نكبر الفونت 36 مثلا. ايه بقى الامتداد؟ الامتداد ده 3 حروف بعد النقطة، نقطة وبعدين 3 حروف، يعني هقول مثلا كتاب البخلاء ماشي، وبعدين نقطة بعد النقطة ديت دي او سي، ده الشكل اللي بيبقى عليه الكتاب. طبعا انا ما بيظهرليش غير كلمة كتاب البخلاء بس اللي هو اسم الكتاب كتاب البخلاء، نقطة دي او سي ده ما بيظهرليش. ايه الفكره هنا بقى؟ الكمبيوتر لما بتكتب له قدام حاجه ان دي كتاب او فيديو او فيلم او صوره او صوت او اي حاجه، الكمبيوتر مش فارقه معاه في الموضوع ده خالص، يعني الكمبيوتر ما بيفهمش من اسم الحاجه، امال بيفهم منين؟ من الامتداد. بمعنى الامتداد ده نقطه، هو بيعرف من النقطه، اول ما بيلاقي النقطه يبقى اللي بعدها امتداد، هو اول ما بيلاقي نقطه في اسم الحاجه يبقى اللي بعدها امتداد على طول. ازاي؟ الكمبيوتر متبرمج على ان بعد النقطة دي بيبقى 3 أو 4 حروف، 3 أو 4 حروف بيعبروا له عن الحاجة دي. يعني مثلا دي او سي ديت يعني دوكيومنت، اختصار لكلمة دوكيومنت يعني وثيقة، يعني كتاب، كتاب مكتوب بالوورد من الآخر، يعني هو كتاب مكتوب بالوورد خلاص. فالكتاب ده الكمبيوتر هيعرف ان هو كتاب ازاي؟ انت هتعرف انك ان هو كتاب عن طريق النص ده، النص ده اللي هو اسمه، هتعرف ان هو كتاب. الكمبيوتر عارف ان هو كتاب ازاي؟ عن طريق النقطة، اول ما يلاقي النقطة ويلاقي بعدها اللي هي دي او سي يعرف ان هو كتاب. فيقول لك بقى يبقى الكتاب ده هيتفتح بلغة ايه؟ هيتفتح ببرنامج ايه؟ الوورد. يعني الكمبيوتر لازم يحدد البتاع ده هيتفتح بلغة ايه؟ ببرنامج ايه؟ او هيتعالج بلغة ايه؟ او هيتعامل معاه ازاي؟ خلاص؟ انما لو سيبنا الموضوع للكمبيوتر كده مش عارف يشغل حاجه خالص، ان الكمبيوتر في الاخر ماشين، في الاخر مكنه،
في الاخر ماكينه ما بيفهمش، بمعنى انك لازم تبرمجه على حاجه، لازم تعلمه حاجه. فاحنا علمناه حاجه سهله قوي، قلنا له اول ما تلاقي النقطه الثلاث حروف اللي بعدها هيعبروا لك عن ده، فيديو ولا صوت ولا صوره ولا ايه بالظبط، خلاص. فهو بيدور على النقطه، خلاص. لقى دي او سي يبقى ده هيتفتح بالوورد، لقى نقطه اي في اي يبقى ده فيديو، يبقى هيتفتح مثلا بالويندوز ميديا بلاي، خلاص. ويندوز ميديا بلاي خلاص، من ويندوز ميديا بلاي تمام. لقى نقطة WMV يبقى هيتفتح بايه؟ بالويندوز ميديا بلاير برضو، ويندوز ميديا بلاي كويس. دي فكرة الامتدادات، خلاص. في امتداد تاني بتاع الكتب اسمه برضك PDF، PDF. في امتداد كمان بتاع ال باوربوينت نقطة PPT. الفكرة بقى في الامتداد دي كلها ان الكمبيوتر بيعرف زي ما قلنا الحاجة دي بتشتغل ببرنامج ايه عن طريق الموضوع ده. طبعا موضوع الامتداد ده مش هنفهمه كويس من مرة واحدة، ده لازم نشرح هنا ولازم يتشرح في اكتر من مكان. بس المهم فهمنا ان الامتداد عبارة عن ثلاث اربع حروف بعد النقطة بيظهروا في اسم الحاجة. هيبان لك الموضوع ده حالا اول ما اجي انا اعمل اللي انا هعمله حالا دلوقتي. دلوقتي انا اخش على سنة اول الكمبيوتر هنا، ده ادخل على سنة اول الكمبيوتر، وبعدين اقول له تولز فولدر اوبشنز. انا عايز اظهر الامتداد، هرجع انا لفيو، يعني عايز اشوف امتدادات الحاجات دي اللي قدامي ديت، عايز ارجع لها. الامتداد ده بيبقى للفايلات مش للفولدرات، يعني الفولدر ده انا ده فولدر، ده فولدر. فانا عايز اظهر الامتداد، بختار فيو وبقول له ايه انا معلم صح قدام هايد الاكستنشن. اكستنشن يعني امتداد، هايد يعني اخفي، يعني ما تخليش الامتداد باين، لا انا هشيل الصح دي. فاقول له ابلاي اوكي. شوف بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي، خش على فيديوهات سنة أولى كمبيوتر، هتحطها في ليست، هتلاقي كلهم ايه دبليو ام في 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 دبليو ام في، كلهم دبليو ام في، يعني كلهم ايه فيديو بيشتغلوا من ويندوز ميديا بلاير او بالميديا بلاير كلاسيك، بالبرامج المشهوره اللي احنا هنتعرض لها في اجزاء تانية من السلسله دي، خلاص كويس جدا. طب تعالى هنا كتب سنة أولى كمبيوتر، تلاقي ايه بي دي اف اسم الحاجة وفي اخرها بي دي اف، اسم الحاجة وفي اخرها بي دي اف، اهو اساسيات جوجل نقطة وبعدين بي دي اف، دوت دوت اللي هي النقطة وبعدين بي دي اف، خلاص. يبقى ده كتاب كمبيوتر للمبتدئين، انا اوريك سنة أولى كمبيوتر، موسوعة الكمبيوتر، تعليم المبتدئين، احمد جمال تلاتة المبتدئين، كل ده او كل دي حاجات بتوضح لنا يعني ايه امتداد. ففهمنا الامتداد لما نحب نظهره ولما نحب نخفيه، طبعا احنا غالبا بنخليه مخفي، لان انا لو لعبت في الامتدادات، يعني دلوقتي انا لو دخلت دلوقتي وعملت رينيم للموضوع ده، شوف ايه الخطوط الامتداد، لو انا دخلت دلوقتي وعملت رينيم وكتبت اي حاجه، شوف بيقول لي انت هتغير الاكستنشن، يعني انت وانت بتغير اسم الملف غيرت الامتداد، لان الامتداد باين قدامي. فاقول له يس، الفيديو الحاجة اتحولت من وضعيتها الطبيعية للا شيء دلوقتي كده، ده ما بيشتغلش بأي حاجة. فاضغط له ضغطتين عليه واقول له افتحه كده بأي حاجة، مش هيرضى. ليه؟ لأن هو مش لاقي امتداد ليه دلوقتي، هو بقى بلا امتداد خلاص. فاحتاج ان انا اظبطه تاني، ان انا اسميه اي اسم وبعدين نقطة وبعدين بي دي اف، خلاص. دلوقتي هيتقرا على انه بي دي اف، هدخل جوه البي دي اف ده واقرا اسمه الحقيقي وارجع اسميه تاني، خلاص. دي فكره الامتداد. فعرفنا ازاي اظهره، نعرف ازاي نخفيه برضه بنفس الطريقه، فولدر اوبشنز وبعدين فيو، وبعدين هاجي من هنا اقول له هايد اكستنشنز، اقول له ابلاي اوكي، هلاقي البي دي اف اختفت اهي، هنا البي دي اف كلها مخفيه، والدبليو ام في هناك هنلاقيها مخفيه برضه. يبقى اسامي الحاجات بس اللي ظاهره قدامي بدل ما اسامي الحاجات والامتدادات. فدلوقتي لما اعمل رينيم اعمل رينيم براحتي، لان لما اعمل رينيم هغير في اسم الحاجه بس مش هغير في امتدادها، فالكمبيوتر مش هيتلخبط، الكمبيوتر مش هيتلخبط. وانا لو غلطت سهل اصلح غلطتي، انما لو غيرت الامتداد وانا مش واخد بالي او انا مش عارف الحاجه دي امتدادها ايه، بعد كده مش عارف ارجعه لو انا ما كنتش عارف امتدادها كان ايه او نشيت،
فهمنا خطورة الموضوع ده كويس جدا. فاللي جاب الموضوع ده كله فكرة الفايل تايبس. فالكمبيوتر بيتعرف على الحاجات اللي عندنا على الجهاز من خلال الامتدادات. فلو نزلنا تحت هنلاقي امتدادات كتير جدا جدا جدا. ننزل اهو ال 3 جي 2 وال 3 جي بي. ال 3 جي بي ده اللي هو بنسيف فيه على الموبايلات اهو. انا عايز انزل بس شوية امتدادات مشهورة. هنلاقي امتدادات الدنيا يعني ال AVI ده امتداد مشهور قوي للفيديو. فبيقول لك لما يبقى AVI انا هكتب لك جنبه AVI فيديو الفايل التايب بتاعه هكتب لك عليه AVI فايل. AVI فايل خلاص. لو نزلت الاقي اهو كامتاسيا كات سي دي اي. لا امتدادات ملهاش اول من اخر بس طبعا عندي على الجهاز على حسب البرامج وعلى حسب الحاجات اللي عندي على الجهاز خلاص. طبعا كل ما برنامج جديد بيتسطب معاه طبعا. ده امتداد مشهور جدا للصور اللي هو الجي بي اي جي. الجي بي اي جي الجي بي اي جي ده امتداد مشهور جدا للصور. امتدادات كتيرة جدا قدامي متعرفة جاية بعضها مع النسخة عشان الكمبيوتر يعرفه لوحده وبعضها متسيف مع الحاجات التانية. اول ما بقف على اي واحد بيكتب لي تحت كلام اهو ويندوز انستولر الام اس اي. الاقي في حاجه اسمها اي اكس اي. اي اكس اي ده يعني برنامج يعني اما بيتسطب يا اما بيشتغل كبرنامج عندي على الجهاز خلاص. الحاجات دي هتتفهم على مراحل يعني في حاجات ما ينفعش تشرح في فيديو واحد لانها تداخل ما بين فروع مختلفه من الموضوعات. فارجو الناس تصبر بس بحيث ان ايه لو انت مش فاهم المرة دي ان شاء الله المرة الجاية والمرة اللي بعدها والمرة اللي بعدها وفي الفيديوهات المتعلقة بالموضوع ده هتفهم اكتر واكتر. بعد كده الاوف لاين فايلز زي ما احنا قلنا عليه. هو طبعا هنا بيقول لي ايه يوز اوف لاين فايلز تو ورك ويز فايلز اند بروجرامز ستورد اون ذا نتورك ايفن وين يو ار نوت كونكتد. يعني استخدم الاوف لاين فايلز في انك تتعامل مع الملفات والبرامج المخزنه عندك على الشبكه او الموجوده عندك على الشبكه حتى لو انت اتصالك بشبكه مقطوع خلاص. بالشبكه طبعا او بالنت. الشبكه او بالنت. Fast user switching is enabled on the computer offline files can not be enabled while fast user switching is enabled. انا عامل حاجه اسمها fast user switching ان انا اللي هو الوضع العادي للويندوز ان انا لما بعمل لو خرجت كده عملت لوك اوف او عملت قصدي switch user. لو شفنا هنلاقي ابراهيم عبد الحميد برنامجين شغالين وهو شغال عادي. ده اسمه الفاست يوزر سويتشنج. في وضعيه تانية وضعيه بطيئه. الوضعيه ديت بيبقى الموقف فيها متغير شويه فبنتمكن من خلالها في ان احنا نعمل اوفلاين فايلز. هنبقى نشرح الجزء ده في الجزء المتعلق بالفاست والمش فاست او كلاسيك سويتشنج لليوزر خلاص. نرجع بقى لقائمه فيو كمان في الفولدر اوبشنز. اول حاجه بنقابلها الفولدر فيوز. طبعا احنا متفقين الحاجات ديت اللي هنا دوت دي كلها فيوز. فانا عندي ايه 5 فيوز رئيسيين ولما بيبقى في صور بيزيد عليهم واحد اللي هو الفيلم ستريب خلاص. فانا مثلا فرضنا ان انا عملت ثامب نيلز ده كويس وبعدين جيت هنا جبت فولدر اوبشنز وقلت له فيو قلت له ابلاي تو اول فولدرز يعني طبق الحكايه دي على اول فولدرز. عملت كده وبعدين قلت له يوز اوكي وبعدين قفلت الدنيا هنا وبعدين دخلت لقيت ايه موضوع الثامب نيلز انا طبقته على الكمبيوتر كله. يبقى بقى وضعية افتراضية للكمبيوتر لان الكمبيوتر كله بقى ثامب نيلز خلاص. طب اخليه طيب وبعدين اقول له ايه فولدر اوبشنز وبعدين اقول له ايه ابلاي تو اول فولدرز يس اوكي واقفل وافتح لقيت الكمبيوتر كله بقى تايلز كده. الكمبيوتر كله بقى ايه الكمبيوتر كله بقى تايلز كويس كويس. طب لو رحنا الفولدر اوبشنز بقى التانية بقى اللي قصادها ايه ريسيت اول فولدرز يعني خلي كل فولدر يرجع لوضعه الطبيعي او لحالته الطبيعية. فاقول له اقفل
ويس اوكي، يبقى كل فولدر هيرجع للوضعية اللي هو كان عليها، وان الوضعية اللي هم كانوا عليها كانت وضعية التايلز، فهم ايه انهم شغالين تايلز كل واحد بمزاجه. اذا كان في حاجة انا سايبها في ثامب نيلز بترجع ثامب نيلز، الدنيا بتظبط يعني. بس انا لو بحب وضعية معينة، في ناس مثلا بتحب او ثامب نيلز بتقوم عاملاها ثامب نيلز، وتقوم داخلة فولدر اوبشنز الجهاز كله بقى ثامب نيلز، هو بيحب او الوضعية دي خلاص، المهم الراجل يبقى مرتاح. نخش بقى في الجزء تحت اللي هو الادفانسد سيتنجز. ادفانسد سيتنجز ده موضوع كبير يعني، في تفاصيل كتير قصدي ما تهمناش دلوقتي، هنأجلها لاجزاء تانية زي ما عملنا قبل كده في حاجات كتير. طبعا احنا ماشيين يعني بنحاول نفتح في كل المواضيع، وفي نفس الوقت بنحاول يعني ما نطولش قوي وما نقصرش قوي، يعني بنوازن قصدي ما بين حاجات كتير. فارجو الناس تكون متفاهمه الايه الوضعيه بالظبط، ان احنا ما ينفعش نقول كل خاصيه امر امر، وكل تاب امر امر، وكل تاب اوبشن اوبشن، وفيتشر فيتشر، صعب قوي. لكن في نفس الوقت ما ينفعش نهمل كله، لكن بناخد الحاجات المشهوره او المعتاد استخدامها الاول، وبعد كده نيجي للاقل استخداما، فالاقل استخدام فالاقل استخدام، هو ده الاحتراف. الاحتراف انك تبدا بالاكثر استخداما، تفهمه كويس وتستوعبه وتطبقه، وبعد كده تستخدم بقى الحاجات الاحترافيه او الاقل استخداما او الادفانسد على مراحل. هي دي الفكره اللي احنا معتمدين عليها. فايلز اند فولدرز، الجزء بتاع الفايلز اند فولدرز، الجزء بتاع الفايل اند فولدرز في ايه؟ اوتوماتيكلي سيرش فور نتورك فولدرز اند برنترز. يعني وانا بعمل سيرش ادور على الشبكه وادور على البرنترز اللي متوصله بالجهاز والمتوصله بالشبكه، فانت لو عملتله صح وانت متوصل بشبكه هيدور في الدنيا كلها، يعني هيدور على جهازك وهيدور على الاجهزه الاخرى وهيدور على الفايلات المتشيره معاك وهيظبط الدنيا خلاص. بعد كده عندك ديسبلاي فايل سايز انفورميشن ان فولدر تيب، يعني لما اقف على الفايل كويس انا وقفت اهو، يطلع لي تيب ايوه زي التب اللي طلعت لي دي، مكتوب فيها السايز كذا، الفولدرز كذا، موجود جوه البتاع ده ايه خلاص، اللي هي التب اللي ايه الصفرة طلعت لي دي. فلما علمت الصدى صح البتاع دي هتطلع، لو علمت غلط البتاع دي هتروح. display full the full path in the address bar. الفول باث اللي هو الامتداد كله، بمعنى ايه؟ اخش جوه ده جوه ده جوه ده، شوف الفول باس بتاعنا اهو، هو ده الفول باس. الفول باس ده موجود هنا فين؟ في الادرس بار. يبقى الفول باس ده الوضعيه الافتراضيه ان هو موجود في الادرس بار. باجي انا اقراه ازاي؟ بقول ان انا دخلت الاف، الاف ده بارتيشن، طب ايه اللي عارف ان هو بارتيشن؟ ان هو بعده نقطتين خلاص؟ وبعدين سلاش واحد، قصدي باك سلاش، باك سلاش واحد ماشي، وبعدين باك سلاش اتنين، وبعدين باك سلاش تلاته، وبعدين باك سلاش اربعه كويس؟ ايه بقى الموضوع ده؟ ان انا دخلت بعد البارتيشن دخلت على فولدر واحد، وبعدين من جواه الفولدر اتنين، وبعدين من جواه الفولدر تلاته، فولدر اربعه خلاص؟ يبقى ده اسمه الفول باس. يعني ايه المسار بتاعي؟ انا مشيت فين وفين 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 ووصلت لايه؟ خلاص؟ يبقى ده اسمه الفول باس. الفول باس ده انا بشغله في الادريس بار، ده الوضع الافتراضي. طب انا ممكن اوديه في حته تانيه؟ ايوه ممكن توديه حته تانيه. هي ايه؟ in the title bar. title bar اللي هو فوق الازرق ده ممكن اخليه هو كمان، اقول له apply، بقى موجود عندي في حتتين، في الادرس بار وفي التايتل بار. طب وانا ممكن اشيله من الادرس بار اهو، بقى الادرس بار موجود في اسم الحاجه بس، انما التايتل بار موجود في الفول باث بتاعها خلاص. كويس جدا. طبعا اظن ان حضراتكم متذكرين اوبشن من او حاجه من الخواص اللي احنا قلناها اللي هي الايه الهيدن. لو ضغطنا كليك يمين وبروبرتس وبعدين هيدن وبعدين ابلاي، بيقول لي اطبق موضوع الهايد ده، يعني اخفي الفولدر ده اللي هو واحد والحاجات اللي جواه، هو واحد ده فولدر اللي جواه ايه اتنين وتلاته واربعه، اخفيه هو والحاجات اللي جواه، يعني الحاجات اللي جواه نفسها تبقى مخفيه، ولا اخفيه هو والحاجات اللي جواه ظاهرة بس هي هتختفي عشان هو اللي هو الأب بتاعهم أو هو الوعاء بتاعهم؟ هل ده في فرق؟ اه في فرق. الأولانية فيه هو لوحده
واللي جواه مش هيظهر خلاص، انما التانية اخفيه هو واخفي الحاجات اللي جواه كمان. اظن شرحنا الجزئية دي في حتة تانية بالتفصيل. اوكي كده اختفى. طب فولدر اوبشنز فايل، اقول له ايه؟ شو هيدن فايلز اند فولدرز، اقول له ابلاي، المخفي هيظهر. حلوة المخفي دي. المختفي هيظهر، وبعدين اظبطه زي ما حضراتكم شفتوا هنا، اشيل علامة الصح من قدام الهيدن واقول له ابلاي. اوكي كويس جدا. هايد اكستنشن اظن خدناه اللي هي الامتداد، هنعلم عليها تاني اهو ابلاي. اوكي خش سنة اولى كمبيوتر كمان، ادي سنة اولى خش على الصور، شوف الصور امتداد ايه، جي بي جي او جي بي اي جي خلاص. وفي امتداد تاني اسمه مش موجود هنا، هنا هنلاقي في امتداد للفيديوهات دي اسمه اي في اي، اتعلم النت اللي موجوده قدامنا دي اي في اي، فيديوهات سنه اولى كمبيوتر. هنا هلاقيها دبليو ام في، دي الامتداد لو انا عايز اعرف ايه الامتدادات اللي موجوده عندي. هايد ابلاي، ايه فائده الامتدادات دي بقى؟ ان انا بعرف من خلال الامتدادات ديت بالنسبه لي ايه فائده، طبعا بالنسبه للجهاز ان هي بتعرفه الحاجه ديت ايه، اذا كانت فيديو ولا صوره ولا صوت، وهيشغلها ازاي. انما بالنسبه لي انا بقى بتعرفني ايه البرنامج اللي انا محتاجه. يعني احيانا في امتدادات بجيبها بتبقى مش موجوده على الويندوز، بقى محتاج لها برامج تانية، فالاقي الحاجه عندي مش شغاله. طب ليه مش شغاله؟ اضغط عليها ضغطتين الاقي مش شغاله، وما فيش ولا برنامج عندي ينفع يشغلها، ليه؟ لازم اجيب لها البرنامج الخاص بيه. فدي فائده البرنامج الامتداد بالنسبه لي. هايد بروتكتد اوبريشنال سيستم فايلز، يعني في اوبريتنج سيستم فايلز، يعني ملفات لنظام التشغيل موجودة عندك على الهارد، فأنا بقول له هايد. طبعا أنا شلت علامة الصح من قدام، فهو بيقول لي أنت متأكد إنك عايز تظهر الملفات المهمة جدا ديت؟ ده الملفات دي لو اتلعب فيها هتأثر على الجهاز. أهي دي من ضمن الملفات، أهي دي ألاقيها دايما مخفية، وألاقي ده مخفى وده مخفى، الحاجات المخفية والريسايكل دي مخفية، والسيستم فوليوم ده بقى أشهره، السيستم فوليوم انفورميشن ده بقى أشهره، والسيستم فوليوم انفورميشن ده مهم جدا يعني وخطير جدا، وبيستخدم فيه فيروسات على طول، وحاجة رهيبة يعني. ده طبعا انتي فيروس، لما ضغطت كليك يمين عليه واخترت اسكان، يبقى انا بعمل له ايه؟ اسكان، بخليه يعمل سيرش على الايه؟ على الفيروسات، او سكان على الفيروسات، ما بتتقالش سيرش، بتتقال سكان. هنبقى ناخدها في الفيديو بتاع الانتفيروس. كويس جدا، كويس. فدي ملفات مهمه، ومهم ان انا ما العبش فيها، انا قلت له اظهرها بس ايه، مهم ان انا ما العبش فيها خلاص. بعد كده عملت له هايد، فايه رجعت الملفات دي اختفت. في حاجة هنا اسمها شو كنترول بانل ان ماي كمبيوتر، لو انا عايز كنترول بانل ان ماي كمبيوتر، لو رجعنا كده استنى الاول نروح ماي كمبيوتر، اهو دي ماي كمبيوتر. لو انا هنا ما فيش عندي حاجة اسمها كنترول بانل مش ظاهرة قدامي، طب لو انا جيت هنا كده وقلت له شو كنترول بانل، اوكي شو كنترول بانل ابلاي. اوكي اي دي كنترول بانل، بحيث اضغط ضغطتين من ماي كمبيوتر اخش على كنترول بانل خلاص. كويس أوي. في حاجة تانية ممكن نقولها، في حاجة اسمها الانكريبتد اور كومبريسد ان تي اف اس فايلز ان كولر، في حاجة اسمها تشفير الملفات، يعني الملف يبقى متشفر. بمعنى ايه التشفير ده؟ يعني كأني عامل له باسورد ما ينفعش غير حد معين يخش عليه، وما ينفعش غير بطريقة معينة، او الكومبريس دي انديفيس ضغطه بس بطريقة معينة. فالكومبريس
الملفات اللي من النوع دي او الملفات اللي فيها صفة معينة بتظهر لي بلون مختلف، تظهر لي مثلا بلون ازرق، فانا قايل له شو يعني ايه اظهرها باللون الازرق، يعني ما تعملهاش كمعاملة عادية. خلاص كويس جدا. الحاجات دي كلها انا ما بلعبش فيها خالص، وبسيبها زي ما السيستم عاملها بالظبط، ما بغيرش فيها نهائي. فانا لعبت دلوقتي فيها وعكيت، فعايز اصلح الغلط اللي انا عملته ده او الاخطاء اللي قد تعتبر اخطاء، فاقول له ريستور ديفولتس واقول له ابلاي اوكي. كده يبقى احنا خدنا الفولدر اوبشنز، وقلنا الجنرال والفيو، وقلنا بعض الحاجات اللي فيه، وقلنا طبعا في الجنرال والفيو ريستور ديفولتس من اهم الحاجات. انت جرب زي ما انت عايز، اتعلم زي ما انت عايز، وشوف فينا الامتدادات، وشوف فينا كل اللي انت نفسك فيه، وشوف الاوفلاين عندك هتشتغل ولا لا، او كل حاجه عادي. بس اهم حاجه في الحاجات اللي فيها ريستور ديفولتس، بعد ما تخلص ترجع ريستور ديفولتس، غير لو كان الحاجه بالنسبه لك جوهري. وعرفنا الامتدادات وخدنا امثله عليها، ولسه هنتكلم في موضوع الامتدادات ده بالتفصيل في الفيديوهات المتعلقه بالبرامج وفي فيديوهات اخرى. طبعا في دايما بنأكد على ان سنه اولى كمبيوتر سلسله ممتده، بمعنى ان اجزائها متلاحمه ومتداخله مع بعضها، لكن في نفس الوقت هي حلقات منفصله متصله، يعني كل حلقه موضوع لكن لها علاقه باللي قبلها واللي بعدها، ولها علاقه بالحلقات كلها مع بعض، لانهم كلهم في مجال الكمبيوتر، كلهم لهم علاقه ببعض. بس في نفس الوقت انت ينفع تتفرج على كل حلقه بعيد عن التانية، او تنفع تختار حلقة في الوسط تتفرج عليها ومتفرجش على حاجة قبلها ولا حاجة بعدها. فالفكرة يعني او الاسلوب ده هو امثل اسلوب وجدناه لشرح الكمبيوتر وتعليمه بشكل مبسط وشكل بعيد عن الشكل الاكاديمي المعتاد، او الشكل الدراسي، الشكل بتاع الدورات والشهادات والناس اللي بتمتحن، شكل عملي وتطبيقي وبس. شكرا لكم على حسن استماعكم، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.